ابتداء من هذا المشروع. معشية الاحتفال باليوم الوطني المجاهد، ارتأت ولاية كرت على وضع حجر أساس ل 300 وحدة بصيغة العموم الإيجاري، بلدية تبكرت وبلدية نزلة وبلدية تبسبست. هذه المشاريع ما هي إلا دفعة أولى من المشاريع المبلغة للولاية التي شهدت انطلاقة، وستشهد كذلك الأيام المقبلة إن شاء الله انطلاقة في المشاريع المبلغة برسم سنة 2024 بإذن الله.